اولا كنشكركم لانكم حضرتوا المقر جامعه بني خلف باش تاخذوا هذه الاراء ديال الموظفين ديال جامعه بني خلف. المهم بالنسبه لهذه الوقفه كتدخل في اطار احتجاجات الموظفين جامعه بني خلف بالنسبه يعني كاين واحد التظلم تجاههم من المجلس. اولا الساعات الاضافيه الموظفين ما توصلوش بالثلاثه اربع الاخيره بالنسبه للساعات الاضافيه، وحنا دابا مقبلين على نهايه السنه الحاليه، ويعني اوتوماتيكمون ملي غادي ندخلوا لسنه 2020 ما غاديش نبقى فهمتي يبقى عندنا حق فيهم، دونك هاد ضاعوا فيهم الموظفين. وانت عارف يعني الموظفين المترتبين من السلالم 6 و7 اغلبيتهم ناس سلم 6 وداك الشيء، يعني الصالير على قد الحال، وفهمتي موظفين عندهم لي كريدي وهذا وظروف، يعني فهمتي هذوك لي طرو تريميستر ديال السويع راه زايده فيهم، يقدروا يسدوا بها بزاف د الحوايج. ثانيا هناك التعسفات والميز، كنلقاو فهمتي حنا واحد الميز بالنسبه للموظفين، يعني فهمتي حنا الموظفين سواسيه، ما كاينش واحد الفرقه دي. يعني كتلقى ان موظفين كيتعطاوهم امتيازات على موظفين اخرين بالنسبه لهذا السوا، يعني موظفين حاولت تجلسوا مع السيد الرئيس على طاوله الحوار. كنا مقررين غنديروا واحد الوقفه واحد الاسبوعين دابا، وهذيك الوقفه من المهم كانوا هما توصلوا بالاخبار وكانوا طلبوا من الكاتب ديال النقابه اللي كيمثلنا السيد جواد ميعاد انهم يعطيهم الوثائق الرسميه اللي كتثبت الانتماء ديالو لهذ النقابه، وعطاوهم الوثائق الوصل والمحضر ديال الاجتماع وهذا على اساس يكون واحد الحوار وهذا. مي لحد الان ما كاين لا حوار لا والو، حنا دابا مقبلين على قبل. النقطه الثانيه هي ديك التعويض عن الاشغال الشاقه والموسيقى، انا فهمت. المهم يعني ربما العام الجاي ما يستافدوش منها جميع الموظفين. المهم حنا كاينه واحد الملامح، وبالنسبه لهذيك يعني واحد 400 درهم وهذا راه زايده في الموظفين من يعني السلم 6 و7 وهذا فهمتي، وكاين يعني كاين مرسوم من الداخليه فهمتي، يعني بالنسبه للموظفين المترتبين من السلم 6 حتى 9 كيستافدوا من هذا التعويض هذا. المهم فين الدوله بحال كتساعد هذوك الموظفين يعني المترتبين من السلم 6 حتى 9، هادشي اللي كاين. حنا ما بغيناش نضيعوا في حقنا، وحنا راه كندير الواجب. الكاتب العام المكتب النقابي لجامعه بني خلف، احنا اليوم موظفين وعمال جامعه بني خلف قمنا بهذه الوقفه الاحتجاجيه ردا على الهجوم الممنهج المكتسبات ديالنا، وايضا من بسبب اغلاق باب الحوار من طرف السيد الرئيس. الحوار جاد ومسؤول. هذه الوقفه هذه ما هي الا البدايه وما هي الا تمهيد الخوض واحد البرنامج نضالي من طرف الموظفين وعمال جامعه بني خلف. هذا الشيء الا البدايه وما هي الا تمهيد دفاعا عن حقوقنا المشروعه وايضا صونا المكتسبات ديالنا اللي كضمن القانون. بالنسبه لنا احنا كنا حطينا واحد الملف مطلبي نهار 20 نوفمبر 2019 في مكتب الضبط، ملف مطلبي زائد طلب لقاء مع السيد الرئيس، ما توصلنا بحتى شي جواب. درنا تذكير نهار 12 دجنبر 2019 ايضا ما توصلنا بحتى جواب لا من طرف السيد الرئيس ولا من طرف الاداره. هذا هو السبب اللي خلانا اليوم نقوموا بهذه الوقفه هذه. شنو هو السر، ما هو السر ديال عدم تجاوب السيد الرئيس؟ عندك بالنسبه لنا احنا ما عارفينوش، احنا بغينا نريحوا معاه باش فهمتيني نطرحوا عليه المشاكل ديالنا ونطرحوا عليه واحد العدد ديال المطالب اللي كيطلبوا الموظفين. اما السبب على الامتناع ديالو فهمتيني لحد الان ما عندناش شي سبب واضح. احنا هذه الوقفه هذه ولا بالنسبه لذوك المطالب اللي حطينا، احنا كنطلبوا طلب السيد لقاء الرئيس باش نحطوا ليه النقاط ديالنا ونوضعوا ليه شكايات ديال الموظفين اللي كيعانوا منه هنا بالجماعه.